عشرات الآلاف من الأتراك استجابوا للدعوات التي أطلقتها جماعات إسلامية تركية لإحياء صلاة الفجر أمام متحف آيا صوفيا في إسطنبول. ومن كل مناطق تركيا وصل المشاركون الذين جمعهم مطلب واحد، وهو إعادة تحويل المتحف إلى مسجد. جئنا تلبية لدعوة صلاة الفتح في آيا صوفيا، وكلنا أمل بفتح المكان مرة أخرى كمسجد ونصلي فيه بشكل معتاد. نحن جيل الشبان، جئنا إلى هنا لأننا نعرف أهمية دورنا في خدمة الدين وتلبية للدعوة في ذكرى فتح إسطنبول. هتافات أنصار الجماعات التي دعت إلى هذه الصلاة والذين ملأوا كل الساحات في محيط آيا صوفيا ومسجد السلطان أحمد دعت إلى كسر قيود آيا صوفيا وإعادته إلى مسجد. الصلاة سميت بصلاة الفتح لتزامن دعوتهم مع الذكرى السنوية 564 لفتح مدينة إسطنبول كما يقولون. مطلبنا الوحيد هو إعادة فتح آيا صوفيا أمام المصلين كمسجد ابتداء من الأشهر المباركة وتحديدا شهر رمضان، ورفع الآذان في مآذينه بشكل دائم في كل الأوقات. وبسبب طبيعة المكان تثير مثل هذه الفعاليات الكثير من الانتقادات من دول أوروبية لا سيما اليونان، كما تثير انتقادات لدى المسيحيين داخل تركيا ومن أطراف ترى ضرورة عدم الاستجابة لمطالب الجماعات الدينية. تسعى الحركات اليمينية المتشددة في تركيا إلى فرض رؤيتها وتستغل التغيرات السياسية لتعزيز مواقفها، وهذه الدعوة لن تكون الأخيرة، ولكن برأينا آيا صوفيا هو مكان مهم للجميع ويجب أن يبقى متحفا للجميع. وبينما يحذر مراقبون من تعزيز نفوذ الجماعات المتشددة في البلاد وهو ما قد يؤثر سلبا على السلم الأهلي، يرى آخرون أن مطالب هذه الجماعات مشروعة، فدعوتها هذه تمت بهدوء ولم تشهد أي أعمال شغب وعنف. يقول أصحاب الدعوة إلى هذه الصلاة إنها من أجل التذكير بضرورة إعادة تحويل آيا صوفيا إلى مسجد، وهي دعوة تواجه اعتراضات من بعض الجهات في تركيا، وترى ضرورة بقاء المتحف على حاله بعيدا عن التجاذبات السياسية. علام صبحات، الحرة، إسطنبول.